أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا الثاني للأسواق المالية للجلسة الأمريكية اليوم. وقبل ما ندخل الجلسة الأمريكية شفنا تراجع في الدولار الأمريكي، هذا مع انتظار المتداولين لشهادة رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي اليوم، رغم أني بعتقد أنه ما في معلومات كثيرة ممكن يقدم لنا إياها رئيس الاحتياطي الفدرالي، لكن في حال صدرت أي تصريحات مغايرة أو أعطتنا معلومات جديدة مقارنة في المعلومات اللي حصلنا عليها في قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، ممكن يكون في إلها تأثير كبير على الأسواق المالية. الملاحظ حاليا هو أسعار الذهب اللي رجعت ترتفع وعم تتداول حول 1840 دولار للأونصة، كذلك استمرار الانخفاض في أسعار النفط، وعم نشوف عقود برنت انخفضت بحوالي 4% لتتداول عند 110 دولارات للبرميل الواحد. خلينا الآن نلقي نظرة على الرسم البياني لتحركات أسعار نفط عقود برنت لنشوف التوقعات المستقبلية للأسعار. في هاي اللحظات عم نشوف استقرار أسعار النفط UK Oil Q2 اللي هي عقود برنت في مستويات حول 109.69، وهالمستوى بحسب التحليل الفني بيمثل فاصل للاتجاهات. الإشارات الفنية السلبية واضحة على الرسم البياني فاصل 4 ساعات على المتوسطات المتحركة وأيضا على المؤشرات الفنية، وبالتالي في حال استقرت الأسعار ما دون 109.69 ففي احتمالية جيدة يستمر الاتجاه الهابط. في الحقيقة الشيء الوحيد اليوم فنيا اللي ممكن يوقف الاتجاهات الهابطة هو عودة التداول أعلى من 111.93 وإثبات الاتجاهات الصاعدة أعلى من 112.64، ودون الثبات أعلى من هالمستويات ففي عندي احتمال فني جيد أنه يستمر الاتجاه الهابط. الآن بنظر أيضا إلى الجنيه الإسترليني اللي عم نشوفه هبط بعد صدور بيانات التضخم من بريطانيا، وأظهرت ارتفاع فاق التوقعات في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 9.1%، لكن في نفس الوقت جاءت القراءة الأساسية اللي بتستثني أسعار الغذاء والطاقة على تراجع فاق التوقعات من 6.2 إلى 5.9، وهذا اللي سبب هبوط الجنيه إلى $1.21 قبل ما يعاود ارتفاعه مجددا مع انخفاض الدولار الأمريكي إلى $1.22.